السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين إلى هذه التغطية الخاصة لمناقشة ملف الإخفاء القسري في العراق وتقييم اللجنة الأممية للموقف الحكومي في بغداد بشأن الإجراءات المتخذة للكشف عن مصير آلاف المختطفين على يد القوات الحكومية والميليشيات خلال العمليات العسكرية التي شهدتها المحافظات المنكوبة منذ عدة أعوام، حيث تتهم لجان حقوقية وإنسانية محلية ودولية السلطات الحكومية ما بين تقاعس أو عجز أو إهمال متعمد في البحث والتقصي عن أولئك المغيبين قسرا بسبب سطوة وسلطة الميليشيات الرافضة لأي حديث في هذا الملف. لمناقشة محاور تغطيتنا سيكون معنا عبر سكايب من عمان الدكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. أرحب بك معنا دكتور. أهلاً وسهلاً أخي الكريم. أهلاً بكم. وعبر سكايب أيضاً من جنيف ينضم إلينا مدير مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان السيد رشيد مصلي. مرحباً بك معنا سيد رشيد. شكراً على الدعوة وتحيتي لمشاهديكم. شكرا لكم، ونتمنى أن تبقوا معنا بعد متابعة هذا التقرير. نعود للحوار والنقاش في هذه التغطية بحول الله. في مستهل تسلمه لمنصبه، تعهد رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي بالبحث في ملف المغيبين والمختطفين والكشف عن المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع والجهات المعنية به، ولأن الكاظمي يدرك حقيقة سطوة الميليشيات المسلحة ومن ورائها الدولة العميقة، فإن وعوده تلك ذهبت أدراج الرياح ولم يتحقق منها شيء حتى الساعة. ميليشيات طائفية مسلحة تتحكم بهذا الملف، وهي من تمنع كشف مصير الذين خطفتهم وتزج بهم في غياهب المجهول، حقيقة باتت معروفة لدى الجميع ويصرح بها كبار الساسة الذين يؤكدون ضلوع إيران المباشر في عرقلة حسم هذا الملف، كما يجري في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل التي تحولت إلى سجن كبير لا يدخله حتى مسؤولو الحكومة وقواتها الأمنية. نفوذ إيران وميليشياتها يكشف السر وراء عجز الحكومات المتعاقبة في العراق عن فتح ملف المفقودين أو تحديد إحصائية رسمية عن عدد المغيبين قسراً أو الجهات المسؤولة عنه في ظل عمليات الخطف الفردي والجماعي المتواصلة منذ سنوات. المرصد العراقي لحقوق الإنسان كشف عن وجود نحو 25,000 عراقي مفقود في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، بينما تقول اللجنة الدولية لشؤون المفقودين إن أعداد المغيبين تتراوح بين 250,000 والمليون شخص، في حين تؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن العراق يتصدر دول العالم في أعداد المفقودين. ما يثير الاستغراب هنا هو انضمام العراق إلى اتفاقية الاختفاء القسري الدولية، ما يعني وجود التزامات دولية ينبغي الإيفاء بها في هذا الملف الإنساني، وفق ما أكده عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي الذي نوه إلى تلقي المفوضية شكاوى عن حالات فقدان سواء بسبب العمليات العسكرية أو خلال التظاهرات، لكن دون ردة فعل حكومية على أرض الواقع. لم يشأ الكاظمي إذن أن يدخل معركة مبكرة عبر ملف المغيبين والمخطوفين الذي عجزت الحكومات السابقة عن فتحه، لأن ميليشيات وجهات سياسية نافذة ودولا إقليمية تقف وراءه، فالرجل لا يختلف عن أركان المنظومة التي جاءت به، المنصب ومغانمه أولا، وما عدا ذلك فهو مجرد تفاصيل. ومعاناة عشرات الآلاف من العائلات الباحثة عن أبنائها المغيبين التي لطالما لامست أسماع الساسة لم تلامس نخوة الكاظمي ولا غيره. أن أبنائنا ذول اللي هم انفقدوا وخذتهم القوات الأمنية من 6/3/2016 لهاللحظة ما نعرف مصيرهم وين ما وين، ولدنا مو دواء. زهقنا يابا، متنا اكو واحد يفارج ظناوي ظل دايح، شو نسوي يابا؟ جوع مسنا، عطش مسنا، كله متحملينه، بس نريدهم هم، بس نريد ولادنا، ما نريد كل شيء. خذوهم وما ندري، ها صار لهم 4 سنين ما ندري هم حيين طيبين. شنو ذنبنا؟ لا مسعول المرنا، لا منظمه لمرتنا، لا شي مرتنا، شنو ذنبنا احنا؟ شنو ذنبنا جايين جوا بطنك وتعالينا؟ ولدي 2 هم شهداء راحوا،
شنو قال لهم مخصفتهم الطياره مبسطلهم بجركان بنزين، واحد عمره 15 واحد عمره 12 ومخصفتهم الطياره واشتلتهم. اللي ابن عمي واللي زوجي واللي اخواني ثلاثه، هم هالثلاثه ظل غير ابويا شايب. والله خذاهم طلعت عليهم قوه مشتركه وشالتهم خذت، وهاي اللي تامد احجلهم شنو لا ابهات لا شيء، يعني دايحه بالديان. يعني عيشتنا صارت صعبه وراها. المرأة بلا يا أخوها بلا يا زوجها، يعني شلون تقدر تعيش؟ أرحب بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذه التغطية الخاصة حول ملف الإخفاء القسري في العراق، وأرحب بضيفي الكريمين الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، وبالأستاذ رشيد مصلي أيضا مدير مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان. وأبدأ معك أستاذ رشيد لو سمحت لي، ماذا يعني مصطلح الإخفاء القسري بداية والذي يستخدم كثيرا في الإعلام؟ شكرا. الحقيقة الاختفاء أو الإخفاء القسري هو انتهاك من بين انتهاكات لحقوق الإنسان المذكورة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكن له طابع خاص بما أن هذا النوع من الانتهاك يعني هو يعتبر من أخطر الانتهاكات يعني في القانون الدولي. لماذا؟ لأنه الحقيقة يجمع يعني أغلب وأخطر الانتهاكات. الاختفاء القسري هناك تعريف بالقانون الدولي وبالخصوص يعني بموجب الاتفاقية لحماية كل الأشخاص الاختفاء القسري، هو اللي يعرف يعني هناك تعريف دقيق لهذا النوع من الانتهاك. هو في الحقيقة في التعريف الدولي في القانون الدولي هو الاختطاف أو الاعتقال من طرف يعني سلطة حكومية أو شبه حكومية، يعني مثلا الميليشيات التي تشتغل يعني بموافقة أو تحت أوامر يعني الدولة أو بموافقة الدولة تعتبر كذلك يعني سلطة حكومية. يعني بطبيعة الحال هناك إذن يعني اعتقال تعسفي، احتجاز تعسفي من طرف يعني قوات عمومية، و يعني الاعتقال لابد أن يكون يعني في مكان يعني سري، وكذلك أن السلطات الرسمية تنفي هذا النوع يعني تنفي الاعتقال أو الاحتجاز للشخص المعتقل. نعم. يعني اذا فيه عنصر الاعتقال وكذلك عنصر القوة الحكومية شبه حكومية، وكذلك النفي على مصير الشخص الموقوف او المعتقل او نعم. عدم اعطاء معلومات حول مصير هذا الشخص. نعم. وبالتالي هناك يعني تعريف دقيق في القانون الدولي. نعم. أشكرك أستاذ رشيد على هذه الإجابة، وأنتقل بالسؤال للدكتور أيمن. دكتور أيمن، ما حجم هذه الجريمة، جريمة الإخفاء القسري، والتي أشار الأستاذ رشيد إلى أنها من أخطر الجرائم أو الانتهاكات في القانون الدولي، ما حجمها في العراق؟ تحية لك أخي وللمشاهدين. العراق معلوم أنه البلد الأكثر احتواء في العالم على حالات اختفاء قسري، وهنا ينبغي حقيقة أن نميز بين حالات الاختفاء القسري وحالات الفقدان أو حتى الاختطاف. فالفقدان مثلا هنالك حالات ضحايا الحروب أو ضحايا النزاعات، وهذا يحدث في حالات كثيرة تكون مسؤول عنها بالدرجة الأولى لجنة الصحة الصليب الأحمر. أما بالنسبة لحالات الاختفاء القسري، والعراق هو الأكثر بلد احتواء على هذه الحالات في العالم، فهو يتضمن حالات اختفاء قسري جرت
على أيدي قوات حكومية أو ميليشيات مساندة لها أو تابعة لها أو موالية لها. يجري اعتقال الأشخاص، آلاف الأشخاص جرى اعتقالهم من مفارز أو السيطرات أو نقاط التفتيش أو حتى في مراكز الإيواء بالنسبة للنازحين في السنين الماضية، جرى اعتقالهم من قبل هذه الجهات الحكومية الرسمية أو شبه الرسمية كما ذكر الضيف الكريم، وأودعوا في أماكن سرية، عزلوا عن العالم نهائيا. والحكومة طبعا بطبيعة الحال تنفي وجودهم أو تنفي العلم باعتقالهم، أو لا تستطيع أو ترفض حقيقة تحديد مكان احتجازهم أو توفير الحماية القانونية لهم أو تحديد هوية المرتكبين. هذا أخي يعني نعم. بالنسبة للحجم بماذا يفسر ذلك عدم مقدرة الحكومة على الإجابة على هذه الأسئلة سواء للمؤسسات القانونية الحقوقية الداخلية أو الخارجية؟ هل هو تقاعس؟ هل هو إهمال؟ هل هو تعمد لعدم البحث والعمل على هذه القضية؟ أو عدم مقدرة ربما؟ حقيقة هو مجتمعا، لكن الأصل هو التعمد في عدم الإيفاء بالتزاماتها وعدم يعني الدور المنوط بأي حكومة هو توفير الحماية للمدنيين بشكل عام وحماية الأشخاص من الاختفاء القسري بشكل خاص. ويعني هذا طبعا يدلل على أنه الحكومة، طبيعة هذه الحكومة العدوانية، الطبيعة الحقيقة الإجرامية، تتناول هنالك الحالات، يعني جل الحالات، كل الحالات التي جرت في العراق هي جرت لأشخاص مناهضين أو معارضين للحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم. ولك وللمشاهدين أن يعلموا المستفيد من هذه الجرائم. من المستفيد؟ هو الفاعل، هو المرتكب، هو المتستر، هو المتورط بها، هو الذي يوفر الغطاء الرسمي لها. فليس يعني ليست يعني هكذا عبثا أن يكون جميع الضحايا هم مناهضو الحكومات المتعاقبة في العراق منذ 2003 وحتى اليوم. نعم أستاذ رشيد، ذكرت قبل قليل في إجابتك عن السؤال السابق أنها تعد من أخطر الانتهاكات بحق الإنسان حسب القانون الدولي، لكن لماذا تعد فعلا هذه الجريمة من أخطر الانتهاكات؟ هل من أجل ما يترتب عليها أم أن هناك أسبابا أخرى؟ هي في الحقيقة هي هذه الجريمة تجمع كل الجرائم، هي فيها اعتقال تعسفي، حجز تعسفي، أكيد أن الشخص المعتقل أو المختطف سيتم تعذيبه، وفي نهاية الأمر يعني في أغلب الحالات الشخص هذا يقتل خارج نطاق القضاء يعني. وبالتالي هذه الجريمة، هذا الانتهاك يجمع كل الانتهاكات. أكثر من ذلك في الحقيقة هذه جريمة سياسية. لماذا؟ لأن يعني الاختفاء القسري هي تقنية حرب ضد المجتمع، هي وسيلة تستعملها الدول يعني الديكتاتورية من أجل ترهيب المجتمعات، وهذا الشيء معروف يعني منذ الحرب العالمية الثانية. يعني البوليس والمخابرات الألمانية آنذاك لما اكتشفت أن لما يعني يتم توقيف أشخاص وإعدامهم، يعني المجتمع ما عنده يعني ما يخاف من الإعدام، ولكن لما ينتقل الآلاف ويبقى مصيرهم مجهول من طرف المجتمع، يعني هناك خوف وإرهاب داخل المجتمع. وبالتالي هذه تقنية حرب في الحقيقة تدرس حتى في الجامعات، يعني حتى في الجامعات الحربية الأمريكية أو يعني في الستينات في أمريكا اللاتينية كانوا ضباط من الجيش الفرنسي اللي كانوا قاموا بالحرب، يعني كانوا مسؤولين في حرب التحرير أثناء حرب التحرير الجزائر، كانوا يدرسوا يعني تقنيات الحرب ضد المجتمعات.
ومن بعضها من بعد من بعض هذه التقنيات كانت تقنية الاختفاء القسري، نعم، من أجل يعني ترهيب المجتمع. نعم. من الواضح أيضا أن هذه الجريمة الخطيرة لا تنعكس فقط على حياة الإنسان المعتقل أو الذي يخفى قسرا، إنما أيضا تنتقل إلى المعاناة إلى عائلته وأسرته التي تنتظر دون جدوى لسنوات طويلة. يعني نحن نتحدث عن عشرات آلاف الأسر التي ما زالت تنتظر أبنائها حتى هذه اللحظة. طبعا نعم، وبالتالي يعني في الاتفاقيات الأممية يعني التعريف عن ضحية الاختفاء القسري ليس فقط الشخص الذي تم اختطافه، ولكن كل الأشخاص المتضررين من هذا الاختطاف، يعني كلهم يعتبرون ضحايا، نعم، الاختطاف القسري. يعني مثلا أعضاء العائلة، الأبن، الأم، يعني الزوجة، كل هذو يعني يعتبرون في القانون الدولي ضحايا الاختفاء القسري. نعم. طيب دكتور أيمن، هل لديكم إحصاء لعدد الحالات التي قدمت إلى الأمم المتحدة عن هذه الجريمة؟ بطبيعة الحال هنالك إحصاء حقيقة، لكن معلومة أنه العراق هو البلد الأعلى، نعم، من بين الدول والبلدان التي تقدمت فيها حالات اختفاء قسري، تقدمت فيها حالات اختفاء قسري إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري. لدينا أكثر من 343 حالة من الاختفاء القسري جرى توثيقها وتقديمها إلى لجنة الاختفاء القسري بشكل مهني صحيح، وتم قبولها من قبل اللجنة. طبعا هذا نزر يسير من الحالات المرتكبة في الواقع، لكن هذا هو الإحصاء الذي موجود، يعني لا يتعدى هذا الرقم، وهو كما ذكرت يعني شيء بسيط جدا ورقم متواضع جدا أمام الأعداد الحقيقية لضحايا هذا الانتهاك وهذه الجريمة المركبة حقيقة، التي يعني يكون ضحيتها الفرد والمجتمع أيضا كما ذكرت. يعني دعنا نتوقف هنا قليلا عند هذا الموضوع حول الأعداد. يعني هل الجهات الرسمية العراقية والدولية تعترف فقط بهذه الأعداد؟ ماذا عن باقي الأعداد الكبيرة التي أشرت إليها من المختفين؟ هنالك يعني معلومة أخرى، أنه منظمات معدودة على أصابع اليد الواحدة، نعم، هي المعنية بتقديم هذه الحالات إلى اللجنة الأمم المتحدة لحالات الاختفاء القسري. يعني لدينا مثلا إذا نعدهم قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، منظمة كرامة، والضيف الكريم حاضر، نعم، لدينا المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، لدينا مركز إكرام لحقوق الإنسان، ولدينا منظمة منا لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى Human Rights Watch والعفو الدولية. لكن هذا حقيقة هذه هي المنظمات المعنية والمنظمات التي ذكرتها في الأول، التي ذكرتها أولا، هي يعني في يعني أول أو ثلاث أربع منظمات هي المعنية بشكل كبير في هذا الملف، نعم، وهي التي تقدمت بهذه الأعداد. طبعا هي أعداد محدودة جدا، لكن هذا هو الواقع في لجنة حقوق الإنسان نعم، نسبة إلى الأعداد الحقيقية لهذه الجريمة المرتكبة بحق الإنسان العراقي البسيط. تمام. أستاذ رشيد مصلي، بالطبع جريمة الإخفاء القسري التي تتمثل خطورتها فيما تفضلت به من تعريف المواثيق الدولية التي نصت عليها، لكن ماذا عن الاتفاقية التي تضمنت تجريم هذه الجريمة؟ ما أهم النصوص الواردة فيها؟ قبل أن نرد على هذا السؤال، حبيت يعني نعلق نوعا ما، نذكر يعني نعطي معلومات إضافية فيما يتعلق بعدد الحالات. نعم. يعني قبل 2003
يعني وخاصة في التسعينات وبعد 2000 يعني هناك يعني عشرات الآلاف القضايا الاختفاء القسري اللي تم تقديمها إلى الآليات الأممية، إلى آليات الأمم المتحدة من طرف بعض الجمعيات المدعومة من طرف المنظمات الغربية يعني المعروفة، وبالتالي أصبحت العراق يعني الرقم أول يعني في الإحصائيات للأمم المتحدة. مع الأسف بعد 2003 يعني هذه الجمعيات اللي كانت تنشط يعني في عهد صدام يعني توقفت تماما عن تقديم الحالات لاختفاء يعني اللي وقعت بعد 2003، بالرغم ان العدد انتم تعلمون هذا عدد يعني كان مهم وكبير جدا يعني. ومع الأسف يعني لم تقدم اي حالة مثلا ما بين 2003 وحتى 2000 وربما 2010 2011. نعم يعني بالرغم من حجم هذه الكارثة الإنسانية يعني. وبالتالي لازم كذلك نذكر ان دور المجتمع المدني العراقي مهم جدا يعني. نحن ما لازمش نعول يعني على هذه المنظمات الغربية مثلا التي لا تهتم يعني إلا ببعض الدول وإلا في بعض الظروف المعينة. نعم. ماذا عن سؤالي حول الاتفاقيات والبنود التي تضمنت الحديث عن هذه الجريمة؟ يعني في الحقيقة اتفاقية حماية كل الأشخاص للاختفاء القسري يعني هناك يعني أكثر من 40 مادة. يعني المواد الأولى واثنين يعني تذكر يعني تحريم هذه النوع من الانتهاك، والمادة 2 تتكلم على التعريف لهذه اللي ذكرناهم يعني في بداية الحصة. وهناك العديد من المواد التي يعني تذكر الالتزامات اللي لابد أن تكون على الدول التي تصادق على هذه الاتفاقية. نعم. بطبيعة الحال الالتزام الأول هو التحقيق في كل جريمة اختطاف أو اعتقال تعسفي متبوع يعني بتغييب الشخص الضحية يعني. والشيء المهم كذلك يعني هو متابعة كل الجنات يعني كل الأشخاص الذين يرتكبون أو يشاركون في هذه الجريمة، لابد أن يتابعوا قضائيا ويعاقبوا قضائيا. يعني هناك العديد من الالتزامات اللي يعني كل دولة التي تصادق على هذه الاتفاقية أن تحترمها. يعني مثلا يعني فيما يتعلق مثلا في القوانين الوطنية، لابد أن الدولة يعني تغير في حالة ما إذا قوانينها لا تتناسب مع الاتفاقية، لابد أن مثلا تجرم هذا الأفعال، هذا النوع من الأفعال يعني لابد أن تجرم، لابد أن تنص على عقوبة مناسبة مع يعني حجم هذه الجريمة. يعني كذلك يعني من بين البنود لهذه الاتفاقية يعني الأشخاص الذين يرتكبون هذه الجريمة ليسوا فقط الشخص المعني يعني الجندي. نعم. أو الشرطي ليقوم بالتوقيف أو الاختطاف. نعم. ولكن لابد كذلك أن نذكر من هم المسؤولين. المسؤولين يعني. نعم. الشرطي هو في الحقيقة أو العسكري الذي يقوم بالاعتقال ليس هو فقط المسؤول، يعني المسؤول هو الذي كذلك من يعطيه الأمر. نعم بلا شك. وكذلك هناك المسؤولين السياسيين. نعم. الذين يسكتون على هذه الجريمة يعني. نعم أستاذ رشيد مصلي ودكتور أيمن العاني، أرجو أن تبقيا معنا، سنعود لاستكمال النقاش بعد فاصل قصير بحول الله. نموذج احنا طبقة ضعيفة ظلينا بالفلوجة، لا حتى
سأل علينا لحد قال ايش محتاجين، والله شمرت كلاب هنا، اريد احد يسمع صوتنا، احنا ما مو جاي لا على الطحين ولا على التمن، انا هسه بدون ولا رجال بالبيت، ما يصير هيك، انا حد يرحم بينا يقول هذا النساء شنو ذنب، احنا نريد ظلمنا المسؤول عليهن هادي العامري، تلقانا هادي العامري هناك سنع الظلم قال ساعه ويلحقونكم، ليه هسه مواليد 2000 شنو ذنب عمي ولا سن بحقه شنو ذنبه، 11 واحد انا من بيت انهجم بيتي، اني زوجي موظف مو داعشي، احنا طبقه ضعيفه ظلينا حصرين هناك بالفلوجه تحمد الجوع والضيم، ما حد يطرف علينا، اني مش جوعان على الطحين ولا على التمن، تعالوا خذوه انطوني ظلم ظلمنا اريدهم اني. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذه التغطية الخاصة لقضية الإخفاء القسري في العراق وتقييم اللجنة الأممية للموقف الحكومي في بغداد بشأن الإجراءات المتخذة للكشف عن مصير آلاف المختفين على يد القوات الحكومية والميليشيات. أرحب مرة أخرى بضيف الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، وبالأستاذ رشيد مصلي مدير مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان. وأعود إليك دكتور أيمن سائلا عن تعامل لجنة الإخفاء القسري مع طلبات الالتماس المقدمة إليها، كيف تعاملت مع هذه الطلبات لو سمحت؟ بداية أخي الكريم، لجنة الإخفاء القسري تتعامل مع حالات، مع هذه الحالات بشكل فردي، هي تتعامل مع الحالات فرديا، وهذا حقيقة تسهيل في تقديم الشكاوى والقضايا إليها، لأنها تتلقى الشكاوى حتى من الأشخاص العاديين، من ذوي الضحية، من الأشخاص الذين لديهم مصلحة في تقديم القضية، فهذا بداية. أما التعامل، هي تعاملت مع الموضوع بجدية تامة وكانت متعاونة حقيقة، تعاونا كبيرا في البحث والتحري عن الضحايا أو الأشخاص الذين تقدمت بهم قضايا تم إثباتها طبعا وتوثيقها، وهذا أمر مهم أيضا، لا يتم قبول القضية إلا إذا كانت مكتملة الأركان من الناحية القانونية، الأوراق الرسمية، الإثباتات، الإفادات، المستمسكات الشخصية للشخص المعني، هذه كلها حقيقة مجتمعة ضرورية للتقديم القضايا. وهي بدورها لجنة الاختفاء القسري قامت بتقديم طلبات حث للحكومات والسلطات الحكومية في أسئلة دقيقة، أسئلة هادفة، القصد منها هو تحديد مكان احتجاز الضحية وتحديد المكان الذي شوهد فيه آخر مرة، ومن المرتكب المفترض في هذه القضايا، كلها حقيقة أسئلة مباشرة وأسئلة هادفة كما ذكرت من قبل اللجنة، و بشكل عاجل وبشكل تفاعل حقيقة كان يبعث إلى يعني شيء من الارتياح من قبلنا نحن المقدمين، فلأنه لا يعني تشعر أنه يكون الجهة التي تقدمت إليها جهة مسؤولة، جهة مهتمة، جهة تتعامل مع هذا الموضوع بجدية وبقانونية بحتة، بعيدا عن الأمور الأخرى والتأثيرات الأخرى، بل بالعكس هي كانت حقيقة عون للضحية، ونتجت عن هذه القضايا المقدمة العديد من حالات إطلاق السراح من قبل السلطات الحكومية التي كانت حقيقة في البداية تنفي علمها باعتقال هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء الضحايا. نعم. في المقابل دكتور، كيف تقيمون ردود الحكومة في العراق بشأنها؟
الحقيقة أخي الكريم ردود الحكومة ساقت أعذارا غير واقعية غير حقيقية أقرب للكذب عفوا منها إلى الصدق، فكانت هذه الردود مرفوضة بالمجمل، مرفوضة رفضا قاطعا من قبل اللجنة. لذلك بدأت اللجنة بتوجيه خطاب شديد اللهجة تجاه الردود أو تجاه السلطات الحكومية المعنية، لأنه كل هذه الحقائق والأدلة المتوفرة والحكومة تنفي والحكومة تحاول التنصل من المسؤولية والحكومة تحاول التستر على المرتكبين. فبدأت اللجنة حقيقة بصياغة يعني ردود شديدة اللهجة على هذا التصرف غير المسؤول وغير القانوني، وتلمس عدم حسن نية السلطات في التعامل مع هذه القضايا ومع التحقيقات الجارية فيها، إن وجدت هنالك تحقيقات حقيقة في قضايا الاختفاء القسري في العراق. ولدينا هنا واقع الحال، هذه إحدى الردود التي كانت من قبل اللجنة للحكومة، وهي ردود طبعا تضمنت ردا شديد اللهجة من قبل الحكومة على من قبل اللجنة من قبل الأمم المتحدة على السلطات الحكومية. ما مضمونه دكتور أيمن؟ من العبارات تتوفر فيها استفهام يعني استنكاري، نعم، للذرائع التي ساقتها الحكومة في الأمر هذا، وبالنتيجة هل يمكن أن تطلع على مقاطع أو أجزاء من وضوح للصورة من هذا الرد دكتور؟ نعم، يعني أبرز ما لفت انتباهكم كمتخصصين وعاملين في هذا المجال في هذا الرد لو سمحت، هل تطلعنا يعني عليه؟ مثلا الاستنكار، الاستفهام الاستنكاري، كيف لا تعلم الحكومة مكان الضحية وقد تم تحديده في معرض القضية وتحديد المكان وتحديد الزمان في موضع آخر، لماذا لم يتم محاسبة أحد حتى الآن؟ كل هذه الجرائم جرت في يعني في المواقف في معرض الرد هذا. في 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 موقف آخر، هل جرى مثلا محاسبة أحد المسؤولين أو القادة العسكريين أو أمراء الحرب من قادة الميليشيات؟ هذه كلها حقيقة طبعا هذا هي ردود غير يعني لا يمكن نشرها إعلاميا، لكن في واقع الحال هذا الذي أتى في الرد وهذا ما نؤكد عليه، وهذا يعكس أن لجنة الاختفاء القسري لديها قناعة تامة بأن الحكومة في العراق أو الحكومات المتعاقبة في العراق منذ 2003 وحتى اليوم هي ضالعة أو متورطة أو متسترة على هذا النوع من الجرائم بحق الإنسان العراقي. وطبعا يعني يعكس طبيعة هذه الحكومة الإجرامية والعدوانية تجاه المجتمع الدولي. لو سمحت دكتور أيمن، قبل أن أنتقل إلى ضيف الأستاذ رشيد، بودي أن أسأل عن قضية مهمة. هل يتوقف الدور الأممي أو المؤسسات الحقوقية الأممية عند هذا الحد فقط، أم يعني تستطيع أن تفعل شيئا ما من أجل الضغط على الحكومة في العراق على سبيل المثال كي تكشف عن مزيد من يعني أسرار هذه القضية؟ بالضبط أخي الكريم، هنا لدينا المزيد من الضغط. اليوم يعني تمارس لجنة الاختفاء القسري الأممية المزيد من الضغط على الحكومات أو الحكومة العراقية في العراق للكشف عن مصير الآلاف من حالات الاختفاء القسري، لأنه هذه يعني في كل حالة تسوق الحكومة الذرائع نفسها، تسوق لنفسها وتذكر طبعا اللجنة الاختفاء القسري، تذكر السلطات. طبعا هذه التذكرة من الناحية يقرأها الدبلوماسيون أنه نوع من التوبيخ، لأنه عندما تذكر اللجنة
أنه الاختفاء القسري لا يمكن أن يبرر أو يسوق في أي ظرف كان، سواء في حرب أو في سلم أو في الشخص المعني الذي تم إخفاؤه قسرا، حتى وإن كان على جدلا أنه إرهابي، لكن لا يمكن إخفاؤه قسرا. وهذا طبعا نوع من التوبيخ للسلطات الحكومية، وهذا طبعا هذا في البداية، لكن بدأت تتحدث اللجنة بأسلوب أكثر شدة وبلهجة أعلى وبصوت أعلى تجاه هذه القضايا وتجاه وضع النقاط على الحروف كما يقولون. وهذا طبعا يأتي بملء الملفات وتجميع أكبر عدد من الحالات وتقديمها بشكل رسمي ومهني وقانوني مقبول من قبل اللجنة، وهذا طبعا يشكل حتى رأي عام عالمي تجاه ما يجري في العراق من جرائم بحق. أشكرك على هذه الإجابة دكتور أيمن، وأرجو أن تبقى معنا، سأعود إليك بعد قليل. أستاذ رشيد، يعني دعني أتوقف عند قضية مهمة تتعلق بأن ما تقدم من معلومات وتحليلات حول وضع الإخفاء القسري في العراق يدفعنا لهذا السؤال: لماذا صادق العراق إذن على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري؟ والله في الحقيقة هذه كانت مفاجأة لنا، يعني لما العراق صدقت في 2010 على هذه الاتفاقية الدولية كانت مفاجأة للمجتمع الدولي ليس فقط لمنظماتنا. وفي الحقيقة لماذا؟ طبعا لأن نعلم أن العراق يعني حجم هذا النوع من الانتهاك كان عظيم يعني جدا، ولكن أنا في بداية الأمر كنا نظن، البعض كان يظن أن يعني هذا النوع من الجرائم ستتوقف بعد المصادقة للحكومة العراقية، ستتوقف هذا النوع من الجرائم. ولكن بطبيعة الحال لاحظنا أن تواصلت هذه الانتهاكات، تواصلت يعني بعد 2010 بنفس الطريقة بنفس الحجم، وبالتالي بدنا نتساءل لماذا، يعني هل هذا غباء سياسي أو جهل على يعني ما هي يعني تداعيات هذه المصادقة من طرف الحكومة. والتقرير الذي قدمته الحكومة العراقية للجنة في 2015 وضح لنا نوعا ما الرؤية في هذه المسألة. يعني في 2015 يعني الحكومة العراقية قدمت للجنة أول تقريرها يعني حول هذا الموضوع، يعني هذا تقرير دوري يقدم يعني حقيقة أول مرة، ثم ستكون يعني سلسلة من تقارير أخرى تليها كل 4 أو 5 سنوات. والحكومة العراقية في تقريرها كانت تذكر تنفي تماما يعني ظاهرة الاختفاء القسري في البلد بعد 2003، وتتكلم في تقريرها إلا على الاختفاءات اللي كانت في النظام السابق ما بين 1968 و2003، وكانت تذكر كل ما وقع من جرائم ومن انتهاكات ما بعد 2003. يعني يبدو أن الحكومة العراقية كانت تظن لما صدقت على هذه الاتفاقية، كانت تظن أن يعني ما جرى بعد المصادقة غير معني بهذه الاتفاقية. الحقيقة العكس هو الصحيح يعني. لكن السؤال الآخر أستاذ رشيد، هل يترتب على هذا التوقيع أو المصادقة على هذه الاتفاقية تبعات قانونية على العراق، أم أنها يعني أن مجرد المصادقة والتوقيع لا يترتب عليه شيء، وبالتالي يصادق العراق على ذلك لكن لا أحد يسائل لا أحد يحاسب يعني؟ طبعا يعني في الحقيقة اللجنة المعنية بالاختفاء القسري لما ترفع لديها شكاوي
يعني كل الملفات الموجودة الآن يعني لدى يعني أمام هذه اللجنة غير مرتبة، يعني كل ما الحكومة ما توضحش مصير الشخص المختفي يعني هذا الملف لا يرتب، يعني يبقى يعني تتراكم الملفات، وبالتالي طبعا هناك إدانة من طرف اللجنة ممكن أن تقوم بتحقيق ميداني، تطالب الحكومة بزيارة البلد، يعني وهذا يعني تبعيات، هي ما هي التبعيات؟ هي على سمعة الحكومة العراقية في الآليات الأممية، يعني البلد التي تنتهك يعني حقوق شعبها يعني بهذا الحجم بطبيعة الحال لا تحترم دوليا. يعني فيه شيء آخر يعني لابد أن نذكره، يعني هذه النوع من الجرائم يعني قد تتابع يعني حتى أمام المحاكم يعني الدول الأخرى، يعني في حالة ما إذا هناك قواعد يعني قانونية فيما يتعلق بالإفلات عن العقاب، يعني وبما أن هذه الجرائم في العراق وصلت إلى حجم يعني الجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، هناك حتى إمكانية متابعة الأشخاص يعني المعنيين، الأشخاص الذين ارتكبوا أو شاركوا يعني في هذه الجرائم أن يتابعوا يعني حتى أمام المحاكم الأجنبية، يعني ليس هناك يعني محكمة دولية التي تحاكمهم بما أن العراق ما صدقتش على الاتفاقية روما، ولكن في حالة ما إذا هنا يعني هناك يعني شخص متورط في اختفاء قسري وهناك شكاوي أمام محكمة أوروبية مثلا، يمكن إلقاء القبض عليه ومحاكمته على هذا الأساس، والاتفاقية تنص على يعني ضرورة متابعة هذه الأشخاص حتى أمام المحاكم الوطنية في الدول الأخرى. نعم، طيب ابقى معي أستاذ رشيد لو سمحت. دكتور أيمن، ما دلالات زيارة لجنة الإخفاء القسري للعراق؟ الحقيقة أبرز هذه الدلالات أو ما تعكسه الزيارة هو انتهاكات جسيمة من قبل العراق لاتفاقية الاختفاء القسري، عدم إثبات عدم حسن نية الحكومات المتعاقبة في العراق مع التعامل مع هذه القضايا، كم هائل من الحالات الموثقة التي جرى تقديمها وبالتزامن مع معلومات كثيرة جدا ذات مصداقية عالية ومدللة بأدلة قوية، هذه يعني أبرز الدلالات على زيارة، يعني يؤشر لدينا أن حكومات العراق المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم هي لديها انتهاكات جسيمة للاتفاقيات الدولية ولا سيما اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وبالإضافة إلى كما ذكرت أن العراق هو البلد الأكثر احتواء والذي زادت هذه الوتيرة بشكل ملحوظ في بعد تجدد التظاهرات في تشرين أول الماضي، لدينا هنالك العشرات، الأمم المتحدة لوحدها وثقت نحو أكثر من 100 حالة اختفاء قسري لناشطين مدنيين بارزين في هذه التظاهرات، لا يزال مصير العشرات مجهولا، لكن حتى الأمم المتحدة الحقيقة لم تسأل الحكومة عن الأشخاص الذين جرى إطلاق سراحهم، أنه ماذا كيف تعاملت هذه الحكومة أو هذه السلطات مع هذه الحالات، لماذا لم يتم هذا بشهادة التقرير الأممي أنه لم تتم محاسبة أي جهة على جرائم الاختفاء القسري الجارية في العراق والسبب
هو التورط الرسمي الواضح والتستر الحكومي ويعني الميليشياوي المتزامن والمتضامن والمتكامل والمتكافل أيضا في تنفيذ هذه الجرائم الخطيرة التي تمس الفرد والمجتمع، وبالتالي لدينا أزمة حقيقية في العراق ينبغي أن يتم يعني هنالك مسؤولية دولية، مسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي. يعني في الحقيقة هذا يستحق أن نتوقف عنده. يعني أنا سألت الأستاذ رشيد وأعيد مرة أخرى عن هذه المسؤولية الدولية، المسؤولية الإنسانية والقانونية، هل يمكن أن تتحول إلى فعل ما من خلال لا أعرف إجراءات معينة، ضغوطات معينة، لا أعرف إذا كان يتسنى لهذه المؤسسات فعل ذلك أم لا؟ أخي الكريم، هذا ما تفضلت به دقيق جدا حقيقة، وشكرا على هذا الطرح. هو لدينا مسألة مهمة جدا على الجميع أن يعيها وأن يجعلها نصب عينه، وهو الحالات التي يتم توثيقها. يعني نحتاج إلى أن نوثق الحالات الواقعة والجارية والتي حدثت والتي تحدث. ضروري جدا توثيق هذه الحالات وتقديمها، حتى وإن كان بشكل فردي كما ذكرت. يستطيع أي شخص اليوم أنه ذوي أي ضحية بدون أي إعلان، بدون أي خوف، يقدم هذه القضايا، لأنه ضروري جدا أن يكون ملف هذه على أقل تقدير ملف الاختفاء القسري في بلد مثل العراق. المجتمع الدولي يشهد بأنه البلد الأكثر احتواء على هذه الحالات. ينبغي تعضيد هذه الحقيقة بتقديم أكبر كم من الحالات التي جرت، هنالك ضحايا كثر. نعم. آلاف بل عشرات الآلاف من الضحايا منذ 2017 وحتى اليوم، لدينا أكثر من 25,000 حالة اختفاء قسري لم تقدم منها سوى المئات من الحالات. هذه مقارنة حقيقة، هذا هو الواقع. ينبغي على الجميع أن يعي أنه المجتمع الدولي حتى يتحرك، حتى يبدأ بالتحرك، هو يحتاج إلى كم هائل من القضايا حتى تتم تغيير القناعة وحقيقة الأمر. للأمانة ثورة تشرين وما جرى بعد أكتوبر تشرين أول الماضي غير كثيرا من المزاج الدولي. أصبحت تناول القضايا بشكل أسهل، هنالك مقبولية دولية للجهات المناهضة للاحتلال وللحكومات، لحكومات الاحتلال المتعاقبة، لأنه ظهر للجميع فساد هذه الحكومات. نعم. إجرام هذه الحكومات. أشكرك دكتور. عدم صلاحية بقاء هذه الحكومات. أشكرك جزيلا دكتور أيمن العاني. أنتقل في دقيقة واحدة للأستاذ رشيد لو سمحت. ما أهمية التأكيد على ما تفضل به الدكتور أيمن من أن على الجميع من يعاني من هذه المشكلة ولديه قضية اختفاء قسري أن يذهب باتجاه رفع شكوى وقضية للجهات المعنية، في دقيقة واحدة لو سمحت؟ طبعا، يعني أنا نغتنم هذه الفرصة يعني باش نوجه نداء في الحقيقة للمجتمع المدني، للضحايا، للمحامين، يعني كل من يهمه الأمر أن يعني يهتم بهذا الموضوع ويوثق الحالات، لأن مع الوقت يعني الشهود وكل العناصر تاع هذه الجريمة يعني تذهب مع الوقت. لازم نذكر يعني أن هذه جريمة دولية، لابد أن يعني تتوقف، لابد أن يعني أن تتم معاقبة هاد المجرمين. لماذا؟ يعني لأن لابد أن هذه الجريمة لا تتكرر في المستقبل. نعم. وأحسن طريقة باش ما تتكررش هذه الجريمة
أن تتم متابعة هذه الأشخاص. وصلت الفكرة دكتور أستاذ، وصلت الفكرة أستاذ رشيد مصلي مدير مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر سكايب من جنيف، وكذلك شكر موصول للدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، شكرا لك دكتور، وشكر أيضا موصول لأعزائنا المشاهدين الذين كانوا معنا في هذه التغطية، ونتمنى إن شاء الله عودة قريبة لكل المختفين قسريا في العراق وفي كل العالم. شكرا لكم لحسن المتابعة، في أمان الله.